بين صاحب الأرض مولودية بيجاي الساعي للبحث عن حل لسلسلة نتائجه السلبية وتفادي حسابات آخر الموسم، والضيف الرائد اتحاد الجزائر الذي نزل ضيفا بنية تحقيق الفوز وتعميق الفارق بينه وبين أول الملاحقين. مباراة سارت بضغط كبير جعل التشكيلتين تطيلان وقت جس النبض، فلم يشهد الشوط الأول سوى فرصا تعد على أصابع اليد الواحدة، فرص لم ترقى لإحداث الفارق المرجو. لاعبو مولودية بجاية طالبوا بضربة جزاء إثر هذه الركنية، لكن الحكم عبيد شارف قدر مواصلة اللعب. في الشوط الثاني عاد أشبال خير الدين ماضوي بقوة وراحوا ينسجون فرصا عديدة مكنتهم من الوصول لمرات إلى منطقة العمليات، لكنها فرص تميزت بالتسرع ونقص الدقة وغياب اللمسة الأخيرة. اتحاد الجزائر في هذا الشوط لم يحاول الصعود ولا مرة، واكتفى بتعزيز الدفاع إلى غاية الأنفاس الأخيرة وإعلان صافرة عبيد شارف نهاية المواجهة بتعادل أبيض، نقطة لكل فريق، نتيجة قد تزيد من تعقد حالة مولودية بجاية التي لم تذق طعم الفوز إلى حد الآن في مرحلة الإياب.